المعرض هو من ضمن فعالية أيام تشكيلية سورية، فعالية سنوية بتشارك فيها كل الجاليريات وكل صالات العرض الرسمية والخاصة كنوع من تشجيع النشاط الفني التشكيلي السوري. أقدم عمل هون 1952 ويمكن أحدث عمل 1998. الفن التشكيلي السوري هو من أنشط الفعاليات الثقافية. المعرض هو جزء من تظاهرة بمناسبة الذكرى المئوية لولادة الفنان الرائد فاتح المدرس. نشوف المكتب فراش الألوان اللي كان يرسم فيها، طاولته، اللوحة هي الجدارية على الحيط اللي رسمها لساتها موجودة. فاتح خزان ثقافي ولوني يستحق الاحتفاء، وهو بالفعل يعني ليس مؤسس فحسب، لكن حتى الآن يعد ملهم للكثير من الفنانين وإليه يعودون للنهل من هذه التجربة الغنية. نأخذ كثير من الجمل والعبارات التي لا تتعلق بالطريقة الأكاديمية والتدريسية، إنما تتعلق بطريقة الموهبة الحقيقية وبطريقة العمل الفني الحر. وفي هذا المرسم بالتحديد المعرض اللي عم يعكس مرحلة طويلة من تجربته في هذا المكان، عم تفرجينا أشياء ما كانت ظاهرة للساحة التشكيلية. وكثير من محبين الفن وعشاقه خلينا نقول انه بحاجة بالفعل انه يشوفوا نوع من التسلسل بأعماله. وهذه المرحلة هي بدأت على مثل ما نحن عم نشوفها في بعض الأعمال المهمة جدا من الخمسينيات، إنه بهذيك المرحلة يعني أهميتها أو أن تكمن بزمانها. أما الآن فنحن أمام فنون معاصرة وأجيال جديدة وممكن تنطلق إلى اتجاهات أخرى، لكن الحجر الأساس هنا يظهر بهذه القوة مع فاتح. فعاليات هاي السنة خلينا نحكي هاي الشرارة الأولى بانطلاق الفعاليات وبداية الموسم بمهرجان أيام واحتفالية أيام الفن التشكيلي. أيام الفن التشكيلي بيرافق كثير فعاليات بمختلف المراكز الثقافية، بالجاليريات الخاصة، بالصالات المعارض طبعا لوزارة الثقافة بدمشق وخارج باقي المحافظات، بالمراكز الثقافية الأخرى بالمحافظات الأخرى.